بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نزلت هذه الآيات الكريمة تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين بعدما أصابهم القرح بقتل الذين قتلوا من المؤمنين في غزوة أحد، ليكون في ذلك طمأنينة لهذه النفوس المؤمنة، وليكون في ذلك أيضا تقوية لعزائم المؤمنين بأن هذا القتل مهما كان يجب ألا يفت في أعضادهم وألا يحطم عزائمهم، فإن هذا القتل إنما هو رحمة وليس هو بعذاب، إنما هو مغنم وليس هو بمغرم. فهذا أمر ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. وما أنسب مجيء هذه الآيات في هذا الدرس والأمة المسلمة اليوم تعيش في هذه الفترة المتفهرة العابسة التي تلقى فيها هذه الشدائد وتصاب بما تصاب به من الرزايا، بحيث لا تكاد تنفلت من مأساة حتى تحل في مأساة أخرى. ففي هذا أيضا تقوية لعزائم المؤمنين اليوم وتسلية لهم ودعوة لهم إلى المضي قدما في سبيل الخير، غير لاوين على شيء مما يلقونه من هذه الصعاب. والمفسرون اختلفوا كثيرا في هؤلاء المعنيين هنا وفي من نزلت هذه الآيات، فمنهم من قال بأنها نزلت في شهداء بئر معونة، وهذا هو الذي أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقصة شهداء بئر معونة قصة مشهورة، هم الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا حتى وصلوا إلى بئر معونة وانتدب أحدهم ليدعو أصحاب بئر معونة إلى الإيمان، فجاءهم وناداهم على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ويدعوهم إلى هاتين الشهادتين ويدعوهم إلى هذا الدين الحنيف. فما كان منهم إلا أن خرج أحدهم وانتظمه برمحه من جنبه إلى جنبه، فقال: فزت ورب الكعبة. ثم تتبعوا آثاره من أين جاء، وعندما لقوا أصحابه اصطلموهم جميعا، فكانت رزية على المؤمنين. هذا
قول روي عن أنس رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا، وهناك روايات متعددة جاءت من طريق ابن عباس، من طريق جابر بن عبد الله، ومن طرق أخرى تدل على أن الآية الكريمة إنما نزلت في شهداء أحد، وهذا الذي يقتضيه السياق، لأن سياق ما قبلها وما بعدها إنما هو في غزوة أحد. فقد جاء في أحد الروايات أن شهداء أحد أكرمهم الله تعالى بأن جعل أرواحهم في حواصل طير خضر تشرب من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل في ظل العرش، والله سبحانه وتعالى سألهم عما يشتهونه مع ذلك، فأجابوا عن رغبتهم في أن يعيدهم إلى الدنيا من أجل أن ينالوا شرف الشهادة مرة أخرى مع جهاده في سبيل الله. فأخبرهم الله تعالى أنه قد قضى أنه لا يرجع أحد إلى الدنيا بعد أن يخرج منها، فرغبوا في أن يطلع أصحابهم على ما هم فيه وعليه من الخير والنعيم لئلا تني عزائمهم وتفتر هممهم بسبب ما أصابهم من قتلهم. فوعدهم الله تعالى ذلك وأنزل الآية الكريمة، وجاء من طريق جابر رضي الله تعالى عنه بأن أباه عبد الله بن عمرو سأله الله تعالى عما يرغب فيه فأجابه بهذه الرغبة، وأجابه الله تعالى بنفس هذا الجواب، وطلب أن يبلغ إخوانه ما هو فيه وعليه من الخير، فنزلت الآية الكريمة. ومهما يكن فإن هذه الروايات لا تعارض بينها، إذ والد جابر بن عبد الله عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه هو أحد شهداء أحد كما تقدم، ومن المفسرين من قال بأن الآية الكريمة نزلت في شهداء بدر، وهؤلاء هم من المهاجرين والأنصار، كانوا 14 شهيدا، 6 منهم من المهاجرين وسائرهم من الأنصار، وأكرمهم الله تعالى بما أكرمهم به وأنزل فيهم هذه الآية الكريمة. ومن المحققين من يقول بأن ما نزل في شهداء بدر إنما هو ما في سورة البقرة، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية هي التي نزلت في شهداء بدر، أما هذه فهي في شهداء أحد، على أن ما فيها من البشارة يشمل كل شهيد، فلا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ. هذا على أن من المعروف أن السلف كانوا كثيراً ما يقولون نزلت هذه الآية في كذا أو نزلت بسبب كذا، وهم يعنون بذلك أن حكمها ينطبق على ذلك السبب،
كما تقدم ذلك في مقدمة هذا التفسير. فإذا لا عجب إن قلنا بأن الآية الكريمة تنطبق على كل شهيد عندما يكون مقاتلا بإخلاص نية لله تعالى، بحيث يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، لا يبتغي مطلبا من وراء ذلك. هذا الصنف من المقاتلين هم الشهداء، كما دل على ذلك الحديث الشريف، فليس كل من يقاتل إن كان يقاتل حمية أو كان يقاتل شهرة وسمعة يعد شهيدا، هؤلاء ليسوا من الشهداء. إنما الشهيد من كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والخطاب هنا في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لكل من يمكن أن يحسب ذلك، فيشمل ذلك كل أحد. ومعنى هذا أن الخطاب غير موجه إلى أحد بعينه، كما سبق نحو هذا في قوله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بحيث إنه من المحتمل أن يكون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هو الذي أمر بهذا التبشير، ويمكن أن يكون ذلك صالحاً، أو يمكن أن يكون شاملاً لكل من يصلح أن يكون مبشراً. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فإن الحديث الشريف إنما هو لكل صالح للتبشير، لا يعني أحداً بعينه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، هكذا قراءة الجمهور، لا تحسبن، وقرئ لا يحسبن. وعلى هذا فالمراد بهذا النهي نهي هؤلاء أن يحسبوا أنهم بعدما يقع عليهم القتل هم مقتولون، هم موتى. ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، أي لا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أنفسهم أمواتا. وهذا على أي حال إنما هو على حذف أحد المفعولين، وسوغ الزمخشري هذا الحذف من حيث إن المفعولين في الأصل هما مبتدأ وخبر، ويسوغ حذف المبتدأ استغناء عنه بالخبر من أجل دلالة القرينة عليه، كما في قوله تعالى بل أحياء. وانتقل ذلك بأنه لا يقتضي هذا إلا أن يكون الضمير راجعا إلى الفاعل، ولا يحسبن، أي الأصل ولا يحسبنهم، أن يكون راجعا إلى الفاعل، والفاعل هنا متأخر وهو الذين. وعلى هذا فإنه يكون فيه رجوع الضمير إلى متأخر عنه لفظا ورتبة. وهذا
ليس من المواضع التي يسوغ فيها أن يعود الضمير إلى متأخر كما والشأن في كثير مما استثني كرب إن دخل عليها الضمير نحو ربه رجلا. وأجيب عن ذلك بأن الفاعل له حكم التقدم، فلما كان له حكم التقدم فلا مانع من أن يعود إليه الضمير الذي سبقه ولو كان هو متأخرا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء أي بل هم أحياء. هذه هي قراءة جمهور القراء، وقرئ بل أحياء. هذه القراءة تروى عن ابن عامر، وقد ذكرت عن أبي عمرو أنه ذكرها. بل أحياء أي بل يحسبهم أحياء. ذكر هذا التأويل الزجاج وانتقده أبو علي الفارسي في كتاب الأغفال له، نظرا إلى أن المقام مقام يقين وليس مقام حسبان فحسب. ومع كون المقام مقام يقين لا يمكن أن يقدر يحسبهم أحياء. ورد عليه بأن حسب قد يأتي لليقين وإن كان ذلك قليلا، فإن حسب كظن وظن كثيرا ما تأتي لليقين، ولكن ذلك في حسب قليل، ولذلك شواهد تدل عليه. بل أحياء عند ربهم يرزقون أي هم أحياء. هذه الحياة اختلف فيها هل هي حياة حقيقية أو حياة مجازية، وهل هي حياة دنيوية أو حياة أخروية. وقع الخلاف في ذلك والأخذ والرد، فمن المفسرين من فسر الحياة هنا بأنها حياة الذكر الحسن، لأن ذكرى الإنسان بالحسنى إنما هو عمر ثان له. ومنهم من فسر هذه الحياة بأنها أيضا حياة قدر وشأن، لأن لهؤلاء قدرا عظيما وشأنا جليلا. فقد يوجد ما بين الناس من هم أحياء يمشون بينهم ولكنهم معلولون في الأموات لخمولهم وعدم ذكرهم. ومن ذلك قول الشاعر في الجهلة: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحمل العلم ميت وليس له حتى النشور نشور. بينما أهل العلم أحياء وإن ماتوا هم أحياء. فإذا هذه الحياة على رأي هؤلاء إنما هي حياة الذكر والشأن والقدر عند الله تعالى، وما جعله الله سبحانه وتعالى لهم في نفوس الناس أيضا من قدر وشأن وإعزاز وإجلال. وقيل بأن الحياة هنا هي حياة الروح، فأجسادهم وإن بليت إلا أن أرواحهم حية، فأرواحهم كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي حية. الحديث يدل على أنها في أجواف طير
خضر، وفي بعض الروايات في حواصل طير خضر، وفي بعض الروايات أنها طير، أي هي بنفسها بمثابة الطير، حولت إلى طيور تطير في الجنة وتتجول فيها وتشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فمعنى هذا أن لهؤلاء حياة تختلف عن حياة سائر المؤمنين، أي عن حياة أرواح سائر المؤمنين. فللمؤمنين حياة في البرزخ، ولكن هذه الحياة ليست كحياة الشهداء، فالشهداء متميزون بحياة خاصة لها طبيعتها الخاصة. وقيل بأن المقصود بكونهم أحياء أنهم سيحيون، يحييهم الله تعالى ويدخلهم الجنة ويمن عليهم بالرزق الذي يرزقهم إياه في جنة الخلد. فمعنى ذلك أن هؤلاء وإن قتلوا إلا أنهم بسبب ما ينتظرهم من حياة الخلود والنعيم المقيم والأجر الذي لا ينقطع والراحة الدائمة التي لا تنتهي إلى أمد، فهم أحياء، إذ بقاؤهم في البرزخ إنما هو أمد محدود وفترة قصيرة. وعلى هذا فمعنى كونهم أحياء أنهم سيحيون، ومعنى كونهم يرزقون أنهم يرزقون في المستقبل، يرزقون في المستقبل من نعيم الجنة. وقيل بل هؤلاء أحياء حتى أجسادهم تتنعم، إذ الله تبارك وتعالى جعل لهم نعيما وجعل لأرواحهم إدراكاً، فلهم مدركات ولهم لذات يتنعمون بها. فإذا حياتهم هذه هي حياة متميزة للأجساد والأرواح معه. ومنهم من ذهب إلى أن هذه الحياة إنما يراد بها حياة النفس، وقالوا بأن النفس هي جوهر أو جسم لطيف يحل في هذا الجسم، ثم عند ممات هذا الجسم ينفصل ذلك الجوهر أو ذلك الجسم اللطيف الذي هو النفس عن هذا الجسم إلى عالم آخر، ويكون عندئذ مستقلاً أي غير حاد في جسم يبلى، على أنه مما يدرك للجميع بأن الشهداء أجسادهم أجساد يعتريها الموت، فأجسادهم تدفن، ولولا أنها ميتة لما دفنت. ثم أنه قد يقتل أحد في معركة في سبيل الله ويظل جسمه قبل أن يدفن حتى يتهرى ويسيل منه الصليد. فمعنى ذلك أن هذه الأجساد من حيث الطبيعة هي كسائر الأجساد، فلا يقال بأن أجسادهم حية، وإنما كما قال هناك نفس، والنفس هذه إما أن تكون جوهراً وإما أن تكون جسماً لطيفاً جداً يمتزج بهذا الجسم كما يمتزج ماء الورد بالورد وكما يسر الماء في الشجر وهكذا. هذا رأي طائفة من العلماء ومن بينهم الفخر الرازي، وقد انتصر له
كثيرا بما ذكر، ومن ضمن ما ذكره أن جسد الإنسان يتحول من حال إلى حال بينما نفسه باقية، وهذا التحول دليل على أن نفسه غير هذه الجسد، فالإنسان غير هذا الجسد. إذن هذا الجسد يتحول مع بقاء نفسه، فيبدأ أولا جسدا ضعيفا خفيفا، ثم يثقل بعد ذلك شيئا فشيئا ويتنامى إلى أن يتحول إلى شيء آخر، يتحول من خفة إلى ثقل، ومن صغر إلى كبر، ثم بعد ذلك يأخذ في التضاؤل مرة أخرى حتى يتحول إلى كونه أخف مما كان عليه وكونه أصغر مما كان عليه. وقال بأن خلايا هذا الجسد تتآكل وتنتهي وتتجدد، فإذا هذا الجسد يتحول، ولكن الإنسان هو الإنسان منذ ولادته وإلى وفاته، فلا يتحول إلى إنسان آخر. فإذا الإنسان غير هذا الجسد، وإنما الإنسان تلكم النفس. هذا رأي الفخر الرازي، مهما كان الجسد ولو تجددت خلاياه، وفي الحقيقة لا نستطيع إلا أن نقول بأنه هو الجسد السابق، لأن الأثر الذي يحصل لهذا الجسد منذ الصغر يبقى إلى الكبر، فإذا لا نستطيع بأن نقول تحول هذا الجسد إلى جسد آخر كما يقول الفخر، وإنما بطبيعة الحال هذا الجسد يمتزج بالروح. هل هذه الروح هي النفس أو النفس شيء آخر؟ ذلك سر نكله إلى الله تعالى. فنحن نعرف طبيعة الجسد لأنه من الأمور الظاهرة البينة، ولكن لا نستطيع أن نتوصل إلى الروح وسرها، كيف تسري في هذا الجسد، وكيف يكون تأثيرها على الجسد، وكيف تنفصل بعد ذلك عن الجسد. إنما ذلك كله يعود إلى السر الغيبي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن لا نقوى على الدخول في هذه الأمور الغيبيات. أما بالنسبة إلى حياة الشهداء، فبناء على دلالة الآية الكريمة ودلالة آية البقرة التي نهت أن يقال في الذين قتلوا في سبيل الله بأنهم أموات، وأخبر الله تعالى عنهم أنهم أحياء ولكن لا تشعرون. نحن لا نشعر بهذه الحياة كيف هي، فإذا علينا أن نقف هنا. ما دام القرآن الكريم أخبر عنهم أنهم أحياء فنحن نؤمن بأنهم أحياء، ولكن ما هي هذه الحياة؟ ما هي الحياة البرزخية التي تكون لهؤلاء الشهداء؟ نحن نؤمن من خلال دلالة القرآن بأنهم عند ربهم يرزقون، بأن لهم حياة تختلف عن حياة البرزخ التي تكون لسائر المؤمنين، فهم يرزقون. ومعنى ذلك أنهم يحسون في هذه الحياة بملاذ، وأيضا لهم مدركات في هذه الحياة يدركونها، ومن جملة هذه المدركات استبشارهم بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. استبشارهم بذلك هذا دليل على أنهم في هذه الحياة لا ينقطع إدراكهم بأمور هذه الحياة الدنيا، فهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. أما ما وراء ذلك فذلك أمر نكله إلى الله تبارك وتعالى. وما ورد في الأحاديث التي ذكرناها فهو مما يمكن أن تأنس به
النفس وتطمئن إليه، عند ما يطمئن الإنسان إلى الروايات ورواتها، ولكن لا يقطع بها لأنها أحاديث أحادية. وهذه قضية غيبية، والغيبيات لا يمكن أن يقطع فيها إلا بدليل يقيني، والدليل اليقيني إما أن يكون دليلاً عقلياً بحيث يتعذر في العقل أن يكون خلاف ما دل عليه ذلك الدليل، وإما أن يكون دليلاً نقلياً يجمع بين صفتين، صفة القطعية في متنه والقطعية في دلالته. فقطعية متنه أن يكون متواتراً كأن يكون آية من كتاب الله، أو أن يكون حديثاً متواتراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قطعية دلالته فهي أن تكون دلالته دلالة نصية وليست دلالة ظاهرية فحسب. لابد من توافر ذلك في الدليل النقلي حتى يكون قطعياً، وعندئذ يؤخذ به. أما بالنسبة إلى الروايات والترجيح بها وهي لم تبلغ هذا المبلغ في تواترها، فلا تعدو أن تكون دلالتها دلالة ظنية، والترجيح بها هو من باب الإطمئنان فحسب، من غير أن يقطع الإنسان بذلك يقينا. لذلك يقول المحققون بأن الحديث الآحادي إنما يوجب العمل للعلم، أي مع صحته يوجب العمل فيؤخذ به في الأعمال، ولكن لا يؤخذ به في المعتقدات. ولكن أحياء عند ربهم. الأندية هنا إنما هي أندية تشريف وتكريم، فالأندية تفيد زلفى معنوية، أي هؤلاء مقربون معنى من الله تعالى، ولا تعني أندية مكان، وكما قالوا هي أندية مكانة وليست أندية مكان. فهؤلاء هم مقربون عند الله تبارك وتعالى، لهم الدرجات العلى، شرفهم الله تبارك وتعالى بأن نقلهم إليه في دار قدسه، فهم مكرمون مجللون، ولا يقال بأن هذه الأندية أندية مكان. يرزقون، الرزق سبق الكلام فيه مستوفى. هل الرزق كل ما يمكن أن ينتفع به الإنسان، أو الرزق هو ما يطعمه، أي هو الغذاء دون غيره؟ هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. والأحاديث كما ذكرنا دلت، ونحن نأخذ بها على طريقة الإطمئنان هنا وعلى والظن الغالب من غير أن نقطع بها، كما ذكرنا دلت الأحاديث بأنهم يرزقون من نعيم الجنة، فهم يتغذون بثمار الجنة، ويتغذون أيضا بأنهار الجنة إذ يسقون من أنهارها. وهذا عند المؤمن ليس بمستبعد، إذ الله تبارك وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، يصرف الكون بحسب إرادته وقدرته. وهناك أمور غيبية لا يمكن أن تخضع للمقاييس البشرية، أو أن تخضع لما عند البشر من أفكار وعقول، فإن هذه العقول محدودة قاصرة، وإنما نسلم ذلك إلى الله تبارك وتعالى. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن علينا
أن نقول كذلك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هم مع كونهم يرزقون، في حال كونهم يرزقون هم فرحون، أي مبتهجون بالملاذ الأخروية والنعيم المقيم. هم يفرحون بما آتاهم الله تعالى من فضله، فإن الذي أوتوه إنما هو بفضل الله تعالى، وإلا فأعمال البشر مهما كانت في صلاحها واستقامتها لا تصل بالإنسان إلى هذه الدرجات العلى، وإنما فضل الله تبارك وتعالى هو الذي يبلغ عباده الدرجات العلى، وإنما يتفاوت فضل الله تعالى على البشر في الدار الآخرة بقدر تفاوتهم في الأعمال. فمن كان أكثر عملا صالحا كان أكثر جزاء بالخير فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة، وإلا فلو كان ذلك يعود إلى الأعمال وقدرها، فإن أدنى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تذهب بكل ما عند ما كان من الإنسان من أعمال، وإنما ذلك فضل من الله تبارك وتعالى بما آتاهم الله من فضله. من هنا قيل هي لابتداء الغاية، أي أن ذلك كان بسبب فضل من الله سبحانه وتعالى، فمنشأ هذا الذي أوتوه إنما هو فضل الله تعالى. وقيل بأنها للتبعيض، ومعنى ذلك أن الذي أوتوه إنما هو جزء من فضل الله بما آتاهم الله من فضله. فمن فضله إما أن يكون متعلقاً بآتى، وإما أن يكون حالاً، أي متعلقاً من محذوف هو حال من الضمير المفعول هنا وهو آتاهم. وهذا على كل على تقدير ضمير آخر، أي آتاهموه من فضله، فذلك الذي أوتوه كان من فضل الله سبحانه وتعالى. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي بجانب هذا هم يستبشرون بأولئك الذين تركوهم من خلفهم وهم على نهجهم ولم يلحقوا بهم بعد إذ لم ينتقلوا إليهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون بأحوال المؤمنين الذين لم يلحقوا بهم، لأن هؤلاء لهم سعادة أيضا عند الله، فهم عرفوا أن لهم منازل عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء إما أن يكونوا من الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم الاستشهاد، وسيستشهدون فيما بعد، ولكنهم إلى ذلك الوقت الذي كانوا يستبشرون بهم فيه ما كانوا لاحقين بهم، وإنما هم على الطريق، فهم يستبشرون بأنهم سينالون ما نالوا وسيتبوؤون المنزل الذي تبوؤوه، لأنهم يأتون بما جاءوا به من العمل الصالح مع إكرام الله تعالى إياهم بالاستشهاد في سبيل الله كما أكرم هؤلاء المستبشرين.
وقوله سبحانه من خلفهم يوحي بأن هؤلاء الذين يستبشرون بهم إنما يسيرون على خطاهم، فهم يضعون أقدامهم في مواطئ أقدامهم ولا ينحرفون عنها، فلذلك كانوا من ورائهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. بماذا يستبشرون؟ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن هؤلاء لا خوف عليهم فهم لا يخافون عندما ينقلبون إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم يجدون المأمن عنده من كل ما يخيفهم، فالله تبارك وتعالى يؤمنهم في يوم الفزع الأكبر. تتلقاهم الملائكة بالبشرى، تتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فمن كان كذلك فإنه لا يخاف مما يتوقع، أي لا يخاف من أمر يتوقع، لأنه لا يرجو إلا خيرا. من كان بهذه الحالة بحيث وصل إلى أن تتلقاه الملائكة بالبشرى بأن لا يخاف ولا يحزن، فإنه بطبيعة الحال يندرئ عنه الخوف، لأن المستقبل بالنسبة إليه إنما هو مستقبل آمن، وهو أيضا لا يحزن على شيء مما فاته، فالدنيا بما فيها لا يحزن عليها، لأن الدنيا بما فيها لو جمعت لأحد من هؤلاء فإنها لا تساوي شيئا بجانب ما ينتظره في الدار الآخرة. الدنيا بما فيها لا تساوي شيئا بجانب أدنى ما يجزون به من الخير، فهم إذن لا يخافون من مستقبل يتوقعون فيه الشر والعياذ بالله، ولا يحزنون على ما يفوتهم على أنهم فاتهم خير في هذه الدنيا، فما فاتهم في هذه الدنيا لا يحسبون له أي حساب. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الضمير في يستبشرون إما أن يكون عائدا إلى الذين قتلوا أولا في سبيل الله، وإما أن يكون عائدا إلى الذين يستبشرون بهم الذين لم يلحقوا بهم وهم الذين يقتلون في سبيل الله، أو مطلق المؤمنين، فإن لكل مؤمن درجة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى بإيمانه وإصلاحه عمله الذي هو ترجمة للإيمان وعنوان عليه ودليل على صدقه ورسوخه. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هم يستبشرون بنعمة، وهذه النعمة من الله، وفي ذلك تأكيد على عظم هذه النعمة، لأن ما كان من الله تبارك وتعالى فهو عظيم جليل، ومع ذلك بجانب هذه النعمة العظيمة هنالك فضل، أي زيادة على النعمة زيادة، فهم بجانب ما أنعم عليهم به من النعم يزادون فضلا، بحيث تضاف إلى النعم نعم أخرى، وهذا كما يقول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهم ينالون الحسنى
ويزادون عليها من جنسها، من جنس الحسنى التي ينعمون بها. فكذلك هؤلاء يؤتيهم الله تبارك وتعالى ما يؤتيهم إياه من النعم، ثم يزيدهم عليها زيادة فضل من الله تبارك وتعالى، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يجمع الله تبارك وتعالى لهم الحسنى وزيادة. هذا كما هو معلوم يدل على أن النعمة تترادف عليهم، وإلا فالفضل هو النعمة والنعمة هي الفضل، لأن النعمة لا تكون إلا فضلا من المنعم بها، والفضل لا يكون إلا نعمة ممن من به. فإذا الفضل هو النعمة والنعمة هي الفضل، ولكن إنما ذكرت النعمة ثم ذكر بعدها الفضل، ذكر معا هنا وعطف أحدهما على الآخر لأجل التأكيد بأن هذه النعم تتراسل عليهم، فهي لا تقف عند حد، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين. يستبشرون أيضا بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيء أجر المؤمنين، وقد علموا ذلك مما وجدوه هناك من الجزاء الذي جعل نفوسهم تطمئن وألبابهم ترتاح. فهكذا يستبشرون للآخرين. قيل المقصود بالمؤمنين هنا الشهداء، وإنما ذكروا بعنوان الإيمان لا باسم الشهادة، تنبيها بأن الإيمان هو أصل سعادتهم، فلولا الإيمان لم يسعدوا، ولولا الإيمان لم يرقوا إلى درجات الشهداء. وقيل بأن المقصود بالمؤمنين مطلق المؤمنين، إذ الله تبارك وتعالى لا يضيء أجر المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يضيء الله تبارك وتعالى أجورهم، سواء كانوا مكرمين بالشهادة أو غير مكرمين بالشهادة. فالشهادة هي مزيد إكرام من الله تبارك وتعالى لمن أرادها له سبحانه، أما الإيمان فهو أساسه الرقي إلى جميع الدرجات العلى. الشهداء لو لم يكونوا مؤمنين لما رقوا إلى درجات الشهداء، ولما كتبوا عند الله تعالى شهداء، وإنما كانوا شهداء بسبب إيمانهم وعملهم الصالح وإخلاصهم لله تعالى ومقاتلتهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فهم وصلوا إلى منازل الشهداء بسبب إيمانهم أولا، ثم أعمالهم الصالحة التي عملوها، ثم ما بعد ذلك من إكرام الله تبارك وتعالى إياهم بأن بوأهم هذه المنزلة، إذ جعلهم شهداء بسبب أنهم قتلوا في سبيله. وقراءة الجمهور هي وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين، بفتح أن على أن ما تؤول من مصدر من أن ومدخولها معطوف على ما سبق. وقراءة، وهناك قراءة قرأها الكسائي ومن القراء السبعة، وهي قراءة لقراء آخرين خارج القراء العشرة، وإن الله لا يضيء أجر المؤمنين.
وهذه القراءة بناء عليها تكون تذييلا لما سبق. أي يستبشرون بالذي يستبشرون به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيء أجر المؤمنين، وهؤلاء مؤمنون وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المراتب العالية بسبب إيمانهم. والله سبحانه وتعالى من شأنه ألا يضيء أجور عباده المؤمنين. ومن المفسرين من جعل هذه الجملة بناء على هذه القراءة معترضة بين المبدل والمبدل منه، بناء على أن ما سيأتي من بعد في الآية الآتية الذين استجابوا لله وللرسول بدل مما ذكر، أن تكون هذه بشارة لهؤلاء هم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وهم أولئك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وهم الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا ومناسبة هذه الآيات الكريمة لما سبقها، أن ما سبق كان فيه ذكر مقولة المنافقين التي قالوها لأجل الفت في أعضاد المؤمنين ولأجل التأثير على عزائمهم والقعود بهم أما يسعون إليه من خير، عندما قالوا في الذين قتلوا في سبيل الله لو أطاعونا ما قتلوا. وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ومعنى ذلك كما سبق أن من كتب الله تعالى عليه أن يقتل فإنه لابد من أن يقتل، ومن كتب له أن يموت حتف أنفه فإنه سيموت حتف أنفه ولو خاض المعارك. فلو أن أحدا كتب عليه القتل وكان متفاديا للقتل بحيث لا يخرج من داره إلا بشدة حراسة، وقد كتب الله تعالى عليه أن يقتل فإنه لابد من أن يقتل ولو أمام حرسه، ولو أخذ جميع الاحتياطات، فكل ما يصيب الإنسان إنما هو مكتوب له أو عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما هذه المقولة لو أطاعونا ما قتلوا فإنها لا تدل إلا على مرض في النفوس، والموت محتوم، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد، كل أحد لا بد من أن يموت، هذا يموت بالسيف وذلك يموت بسبب آخر وآخر يموت حتف أنفه، ولا بد لكل أحد من أن يموت والموت واحد، وإنما الأسباب مختلفة. فإذا ما الداعي إلى التقاعس؟ وقد أراد الله سبحانه وتعالى هنا بعد ما سبق أن يقيم الحجة على هؤلاء ويبشر المؤمنين بأن مقولة هؤلاء يجب ألا تؤثر عليكم شيئا، فإن ما يخوفونكم إياه من القتل ليس هو مغرما وإنما هو مغنم، وليس هو مما يجب أن يتجافى عنه بل مما يجب أن يتسارع إليه، لأن غايته أن تتبوأ الدرجات العلى عنده سبحانه وتعالى، وأن يحولكم من هذه الحياة الكدرة إلى حياة صافية.
وأن ينقلكم من هذه البيئة التي أنتم فيها إلى مكان آخر يختلف تمام الاختلاف عنه، إلى جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإذا كإن سارعتم إلى أن تقتلوا في سبيل الله فليس ذلك يعد منكم إلقاء بأنفسكم إلى التهلكة، وإنما ذلك إلقاء منكم بأنفسكم إلى النجاة، فأنتم تنجون بذلك إذ تنعمون بما لا ينعم به غيركم. فجاءت البشارة بهذه الآيات الكريمة هنا بعدما سبق تسلية لقلوب المؤمنين وتعزية لهم وتبكيتا لأولئك المنافقين الذين قالوا ما قالوا من أجل أن يثيروا الحسرة في نفوس المؤمنين، ولن تتحسر هذه النفوس ما دامت موصولة بالله سبحانه وتعالى وهي تتلقى وحيه عز وجل من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على المؤمنين دائما أن يكونوا موصولين بالله، وأن لا تنيع عزائمهم وأن لا تفتر هممهم. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الكفر والكافرين، وأن تقطع دابر أعداء الدين، وأن تشتت شملهم وتمزق جمعهم وتفل حدهم وتقل عدهم وترد كيدهم في نحورهم، وتعيدنا وجميع المسلمين من شرورهم. اللهم احط آثارهم وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم افعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم سوط عذاب وحل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلت بأشياء